بسم الله الرحمن الرحيم. طلبت المرحلة الثالثة في قسم هندسة العمارة جامعة الفراهيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مادة أساليب الحفاظ المعماري سوف نتناول اليوم التراث وعلاقته بالحفاظ المعماري. نتناول أنواع الحفاظ وبالخصوص الحفاظ العمراني والحفاظ المعماري. ونقصد بالحفاظ العمراني هو الإدارة الواعية اللي تحدد استراتيجيات رعاية وصيانة النسيج الحضري، واللي نقصد بها الحفاظ على النسيج العمراني الحضري اللي يمتلك الطابع التراثي أو ما نعرفه بالبيئات التراثية، واللي يتمثل بالتشكيلات البنائية التراثية سواء كانت نسيجا أو أبنية منفردة أو مناطق معينة تمتلك صفات تراثية وفضاءات أيضا حضرية وساحات عامة مجاورات سكنية واللاندسكيب اللي هو تنسيق المواقع، وذلك لضمان فعالية استمرارية النسيج العمراني من خلال الاستخدام. ونقصد هنا ديمومة استمرارية استعمال هذا النسيج وعدم إهماله. ونأتي الآن إلى الحفاظ المعماري، ونقصد به عملية حماية الأبنية والمنشآت والمفردات المعمارية وعناصرها المعمارية أيضا، ومختلف أنواع الأبنية سواء منفردة أو كانت ضمن نسيج حضري اللي تمتلك الخواص التاريخية أو الثقافية أو البصرية المتميزة، وصيانتها وترميمها وإصلاحها، وذلك لغرض إزالة أي حالات من حالات التشويه أو التقادم الزمني اللي تتعرض له مثل هذه الأبنية نتيجة تغير البيئة العمرانية بسرعات مختلفة بسبب المتغيرات سواء على مستوى الاستعمال أو على مستوى التغيرات البيئية. والهدف هو تحسين نوعية الحياة الحضرية والتوازن بين الطبيعة والمدينة، وعليه ولكل ما سبق فإن الحفاظ بشكل عام سواء كان على المستوى العمراني أو المستوى المعماري فهو يعني الإبقاء على القيم المتوارثة والسائدة القديمة التي استمرت لفترات طويلة في البيئة التراثية العمرانية، واللي بقاها يساهم في الحفاظ على قيم اجتماعية وتاريخية تمتلك أهمية كبيرة بالنسبة للمدنية والمجتمع. وذلك لأنه اقترنت هذه الأبنية والنسيج الحضري بالكثير من القيم والعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية اللي عاش عليها المجتمع لفترات طويلة. ومن ثم فإن استمرار العمليات اللي تم على هذه الأبنية وهذا النسيج التراثي هي تعد كوسيلة من وسائل الاستدامة لمثل هذه الأبنية وهذا النسيج الحضري التراثي. ونأتي الآن إلى تناول مستويات الحفاظ على التراث العمراني والمعماري. هنالك عدة مستويات في الحفاظ على التراث العمراني، وهذه تعتمد على حجم ونوع ومواصفات وخصائص التراث العمراني وأهميته. ويمكن لنا أن نصنف هذه المستويات سواء على المستوى العمراني والمعماري كما يأتي. بدءا نأتي إلى الحفاظ على العناصر التراثية، وهو عادة ما يتم من خلال المتاحف للحفاظ على القطع والعناصر الأثرية بعد ترميمها ومعالجتها بأسلوب علمي يضمن بقائها وسلامتها وديمومتها. وهذه هي تتمثل بالعناصر
سواء كانت عمرانية أو معمارية، اللي جاءت من حقب تاريخية وفترات زمنية اللي مرت ضمن مناطق معينة اللي تتمثل بالمناطق التاريخية، سواء كانت أبنية أو نسيج أو مناطق معينة تمتلك صفات تراثية. والشيء الآخر اللي يتناوله هو الحفاظ على المبنى الواحد اللي هو يمثل عمليات الترميم والتجديد للمباني التراثية المنفردة، وقسم منها تحول إلى متاحف أو مزارات سياحية، أو أبنية تستخدم كاستخدام معين يحافظ على استمراريتها وديمومتها، وأيضا يساعد على عمليات الترميم والتجديد والصيانة لمثل هذه الأبنية المنفردة. أما الحفاظ على مجموعة من المباني، واللي هذه هي المجموعة من المباني سواء كانت على شوارع معينة أو نسيج حضري ضمن منطقة تراثية، في حالة وجود مجموعة من المباني التراثية المتجاورة يتم الحفاظ عليها كمجموعة كاملة، وتظهر القيمة التراثية للمجموعة أهمية كل وحدة. طبعا هي هنا حالة التكامل بين مجموعة الأبنية واللي تشكل سواء شارع أو نسيج أو أزقة معينة، هذه هي بمجملها تعطي الصفة التراثية ولا يمكن فصلها واحدة عن الأخرى. أما الحفاظ على ممر تراثي في حالة وجود مجموعات من المباني التراثية تمثل اتصال بين منطقة وأخرى على جانبي ممر أو طريق، واللي نقصد به قسم من عدها سواء كانت أزقة أو شوارع معينة رئيسية، وهذه أيضا تعطي الصفة التراثية لمثل هذه الممرات. والحفاظ على منطقة تراثية كاملة في حالة وجود منطقة كاملة تمثل التراث العمراني ويشمل ذلك المباني والممرات التراثية. هنا مجموعة ممرات ومجموعة طرق ضمن منطقة كاملة هي تأخذ الصفة التراثية وينبغي الحفاظ عليها. أما الحفاظ على المستوى الإقليمي ويتم التخطيط له على مستوى الإقليم أو الدولة، ويتضمن مستويات الحفاظ السابقة ويتكامل مع الحفاظ على مناطق أو ممرات تراثية أخرى. وهذه النقطة تمثل مجمل ما تم ذكره على مستوى إقليمي أو على مستوى دولة، بحيث أنه يتم الحفاظ على مناطق كاملة تشمل كل الفقرات السابقة. والحفاظ على المستوى الدولي، ويتضمن الحفاظ على نماذج من التراث العمراني كمثال على التطور الإنساني عامة، وعادة ما تشارك فيه الهيئات العالمية مثل اليونسكو. هنا تمثل بعض المناطق هي تراثا عالميا وتشترك به الكثير من المنظمات العالمية وتهتم به لأنه يمثل أرث حضاري بالنسبة لعموم الإنسانية. وبعد كل ما تناولناه سابقا نأتي إلى مفهوم التراث. عرفه الميثاق الدولي للسياحة الثقافية التراث على أنه مفهوم عام واسع يتضمن البيئة الطبيعية والثقافية، فهو يشتمل على تنسيق الأرض اللي هي اللاندسكيب والأماكن والفضاءات والمواقع والبيئات المبنية، بالإضافة إلى التنوع البيولوجي والممارسات الثقافية السابقة والمستمرة والخبرات المعرفية والحياتية. فالتراث يسجل ويعبر عن العمليات الممتدة عبر الزمن والتاريخ والتطورات اللي تشكل جوهر الهوية الأصلية المحلية والقومية والإقليمية المتنوعة، بحيث تمثل مكونا متداخلا مع الحياة الحديثة. وقد حددت جامعة الدول العربية مفهوم التراث بأنه كل ما شيده الإنسان من مدن وقرى وأحياء ومبان وحدائق ذات قيمة أثرية أو معمارية أو عمرانية أو اقتصادية أو علمية أو ثقافية أو وظيفية. ونأتي الآن إلى أنواع التراث.
يمكن أن يقسم التراث إلى أنواع عديدة، منها ما هو عمراني أو معماري أو أثري، ويمكن أن يكون التراث ثقافي أو طبيعي. ونتناول أهم هذه الأنواع، ومنها بدءا التراث العمراني. هذا المصطلح يمثل مجموع المباني والمنشآت والتشكيلات وناتج العلاقات المركبة بين المباني والفضاءات الموجودة حول هذه المباني، والتي تعد رابطا بين تلك المباني، فضلا عن المحتوى والبيئة اللي استمرت وأثبتت أصالتها وقيمتها في مواجهة التغير المستمر والمتصل في أحيان وغير المتواصل في أحيان أخرى، واكتسب القبول العام، وذلك لارتباطه كما ذكرنا بتقاليد وأعراف وقيم المجتمعات التي استمرت لفترات طويلة. أما التراث المعماري فهو لا يقتصر على الآثار المهمة فقط، ولكنه يشمل أيضا مجموعة من المباني الموجودة في المدن القديمة والقرى المتميزة في بيئتها الطبيعية، والتي هي من صنع الإنسان. كما اعتبر التراث المعماري جزء لا يتجزأ ولا ينفصل من التراث الثقافي والحضاري للعالم كله، وإنه لا يقتصر على المباني ذات القيمة المتميزة ومحيطها المباشر، وإنما يشتمل أيضا على المناطق والمدن والقرى ذات الأهمية التاريخية. أما التراث الأثري فيمكن وصفه بأنه ذلك الجزء من الميراث المادي الذي يتضمن كل ما خلفه الوجود الإنساني، فضلا عن المناطق التي ترتبط بجميع ملامح النشاط الإنساني والمنشآت القديمة المهمة والبقايا من كل الأنواع، سواء كانت تحت الأرض أو تحت الماء. فالتراث الأثري هو مصدر ثقافي مهم، ولذلك ينبغي السيطرة على استعمالات وتطوير الأرض بحيث لا تؤثر على الميراث الأثري. ويعد التراث الثقافي والطبيعي من المصادر المادية والإنسانية المهمة، والتي توضح التطور التاريخي وتلعب دورا هاما في الحياة المعاصرة، ولذلك ينبغي التواصل مع الجمهور على المستوى المادي والفكري والعاطفي. نأتي الآن إلى إدارة المواقع التراثية. إن إدارة المواقع التراثية هي أحد الطرق المهمة للتحكم بالعناصر اللي تشكل البيئة الاجتماعية والطبيعية لتلك المواقع، فضلا عن الحالة الفيزيائية واستعمال الأراضي والزائرين والتفسير إلى آخره. الهدف الأساسي من الإدارة هو الحماية والحفاظ أو تقليل الآثار السلبية اللي تؤدي إلى المخاطر أو الهدم أو تقديم المواقع التراثية للجمهور. كما وتعرف الإدارة بأنها هيكلية العمل للاستخدام الفعال لعناصر الموقع بغرض الوصول إلى الأهداف المطلوبة، بمعنى التنسيق بين هذه الأهداف، وإنها تمثل أيضا التوازن بين حفظ الموقع وحمايته للأجيال القادمة، مع إمكانية انتشاره على المستوى العالمي، آخذين بنظر الاعتبار المجتمع المحلي. كما أن مفهوم إدارة الموقع حسب اليونسكو يمكن أن يتضمن الجوانب الآتية: أولا، إدارة أعمال الحفاظ والحماية والترميم. ثانيا، إدارة الأبحاث والدراسات المتعلقة بالموقع. ثالثا، الإدارة القانونية. ورابعا، التنظيم الإداري. وخامسا، الإدارة المالية.
وسادسا إدارة الزوار وتأهيل الموقع سياحيا، وسابعا إدارة العاملين والتأهيل، وثامنا الإدارة التقنية، الإشغال والأمن والصيانة والاستقبال، وتاسعا إدارة مشاريع الإحياء والتجديد الحضري. وبالمفهوم الحديث فإن للإدارة عدد من العناصر التي تسهل من نجاحها، وتتمثل في الفرد أو مجموعة من الأفراد الذين يتميزون بقدرات وخبرات خاصة، مجموعة الأنشطة والوظائف التي تمارس، التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والمحاسبة والتسويق، والأساليب الإدارية، الموارد البشرية والمادية، المحيط الخارجي للمشروع أي بيئة المشروع. وتشمل إدارة التراث توعية الجمهور بأهمية التراث بشكل عام، وقبول وتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية مع مراعاة القوانين والعادات المحلية، وتحديد عملية تنفيذ أكثر الوسائل قبولا للصيانة واستخدام وحماية التراث الذي تحت إدارتها. وإن عملية الحفاظ على التراث لا يمكن أن تتم إلا بوجود عدد كاف من العاملين المدربين بشكل جيد، بدءا بأعلى المستويات الإدارية حتى الحرفيين والمشرفين والمهن المساندة والاختصاصيين من مختلف المهن. مع نهاية محاضرات هذا الفصل، أمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق. نستودعكم الله ودمتم بألف خير وصحة وسلامة.